وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. أهلا بك في نشرة الأخبار أستاذ مبارك. كيف تصف زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية، وما هي أبرز مخرجات هذه الزيارة برأيك؟ زيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للمملكة العربية السعودية التي تمت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولقاء الرئيس الأمريكي بخادم الحرمين الشريفين ثم بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كانت زيارة مهمة وتاريخية حقيقة، وزيارة مفصلية في تاريخ علاقات البلدين الصديقين، أثبتت التزاما متبادلا ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بوجوب معالجة هذه العلاقات الاستراتيجية التاريخية ومعالجة ما اعتراها، ومن ثم العمل على تأسيس قواعد جديدة لمستقبل علاقات البلدين خلال العقود المقبلة. بكل تأكيد أن العلاقات بين البلدين علاقات استراتيجية، وهذه الزيارة أعادت التأكيد على ما يربط البلدين من قواسم مصالح عظمى مشتركة ومن مصالح متبادلة. القمة أعادت التأكيد أيضا على التزام الولايات المتحدة الأمريكية التاريخي تجاه منطقتنا العربية وتجاه أمن الخليج، وأن أمن الخليج ومنطقة المنطقة العربية حيوي ومهم لصالح استقرار اقتصاد العالم. كما أن هذه الزيارة أسفرت أيضا عن توقيع عشرات الاتفاقيات ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، نهزت 18 اتفاقية تركزت على كثير من المجالات السياسية والثقافية والفكرية والاقتصادية والتنموية والفضاء والتقنية ووادي السيليكون، بمعنى أن هذه الاتفاقيات كانت شاملة لجميع أوجه الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية أو الأمريكي في المملكة العربية السعودية والاستثمار المشترك. وهذه الاتفاقيات أيضا أكدت على أن هناك التزاما بالعمل معا في المستقبل لصالح تطوير هذه العلاقات واستمرارها على مستوى متصاعد وقوي، يؤكد أيضا على إيمان البلدين بأهمية كل منهما للآخر، وأن المستقبل يتطلب العمل معا لصالح رسم خارطة العمل التي تضمن استمرار فاعلية منطقة الشرق الأوسط على خارطة الاقتصاد والسياسة العالمية. نعم، من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي، شكرا جزيلا لك.